حياكم الله من جديد. طبعا كالعادة لازم بداية نرحب مع بعض ونقول أهلا غزل، أهلا عبير، أهلا رندا. حياك الله، هلا بكم، هلا وسهلا. أهلا وسهلا برندا ورؤى، وطبعا بغزل أستاذة المشاهدين. أهلا وسهلا يا عبير، فيك أنت تحديدا الآن. أهلا وسهلا فيك شيء. فيك شيء. وش فيك عبير؟ سلامات نعسان. لا ربما. عبير كالعادة لازم أول ما تيجي إيش نسوي؟ طاقة إيجابية. فإحنا كنا بنادي الطاقة، رؤى دخلت علينا وإحنا بنادي الطاقة الإيجابية، فعشان كذا يعني بغتتني رؤى. يا سلام. إن شاء الله دائما الطاقة الإيجابية. إن شاء الله يا رب. بإذن الله. على سيرة الطاقة الإيجابية، طبعا هو ما في ربط بس أنا كذا بربطها مع بعض. على سيرة الطاقة الإيجابية، كل بيت ما يخلى من خادمة إلا ما تكون فيه عاملة أو سائق. أنتوا بالعادة يعني كيف دائما تحاولوا تستقبلوهم أول ما يجوا؟ وبنعرف إنه كمان صارت في عقود بيناتنا وما بين مكاتب العمل تضمن حق الخادمات سواء كانت في إجازاتهم أو التأمين الطبي وغيره. قولي لهم. أقول أنا؟ إي طبعاً. صدقيني أنا فرش لها الأرض رملة. طيب. فرش لها الأرض. المهم شيء، أهم شيء النتيجة يعني. هذه طاقة إيجابية. طاقة إيجابية بحد. يعني عارفة أحاول إني يعني أقولها أنت أختي، يعني أنت بنتي، سوي اللي تبغيه، يعني هذا بيتك. أيوة. يعني شوفي فعلا يعني يمكن بنواجه صعوبات، خصوصا لما تكوني امرأة متزوجة وعاملة وبتروحي وبتجي وعندك كثير من المشاغل، فعليا يعني بتتمني رضاها الله وحده بعد الوالدين. هذا زي اللي يقولون لك ايام رمضان لما تترجين الخادم وش تبغين بس تدللي امري. عاد هم اجازاتهم دائما على رمضان، اجازاتهم على رمضان وغير كذا، او هواشاتهم. اي والله او هواشاتهم، هي تطلع من هنا بتروح عند احد ثاني. بالضبط. صحيح. يمكن احنا اللي نبغى نقوله انه مو بس زي ما ذكرتي رؤى انه في عقود بيننا وبين الخادمات، حتى عدد الساعات. صح. يعني عدد ساعات تلقينها محدودة، وانه ما حتقدري انه تخليها تشتغل اكثر من كذا. صح. اكيد بتتمنى الرضاعه من عدد الساعات اللي جالسه تشتغلها. ما ادري، شوف انا يمكن مو مقياس عندي موضوع الخادمات لانه او العاملات المنزليات، لانه انا اوريدي يعني اللي كانت موجوده في بيت اهلي المربي حقتي جات معايا بعد ما تزوجت وخلفت، فما حسيت بمأساة ومعاناة العاملات المنزليات إلا بعد ما هي خلاص أوريدي كبرت، لأنه كم لها كانت جالسة معنا تقريبا 25 أو 27 سنة، فبدأت مأساتي مع العاملات الجديدات، بس إنه يعني الحمد لله كويسين. ماشي الحال. أنا أحسها أكشط وربح. هي أكشط وربح. صدقيني أنا أحسها أكشط وربح. يا إنك تستلمي إنسانة كده من البداية الحمد لله كويسة وما عليها غبر وتقعد عندك 25 ما شاء الله 30 سنة، يعني بنشوف كثير فيديوهات لأشخاص بيودعوا الخادمات اللي كانوا صح. عندهم بالدموع. صحيح. وفي العكس. وشوفي إذا جاتك فرصة هي اللي تنزل دموعك. تجيك سيئة في ناحية ثانية من جد، يعني مثلا تجيكي شغلها مرة كويس وكل حاجة بس مثلا تلاقي عندها خفة اليد. أي. ولسانها طويل. يمكن هذا هو. أي قولي لي يا رندا. يمكن نواجه كمان رؤى مش بس لسانها طويل، ممكن انه انت تأمنيها على كل حاجة، يمكن هذا اكبر غلط انه انت تسميها الخيط، تسلميها الخيط والمخيط. فهنا انت جلستي وقعتي بمصيبة. انا من هذا النوع، انا من هذا النوع بصراحة. يمكن هي تعرف اشيائي وين احط اغراضي وهي اللي تحطها مو انا، عرفتي؟ يعني في اشياء كثير انا اسالها مثلا انه فين ده وين هذا، هي تعرف كل شيء. يمكن هي اللي صاحبه البيت وانا فعلا اللي اجي زي الضيفه واطلع. صحيح. أيوه. بالعاده احنا نثق فيهم، نامنهم حتى على بيوتنا، على عيالنا. صحيح. على اغراضنا وكذا. ولكن ايش اللي صار؟ على خبر قرانا انه واحد من الناس اللي اشتكوا من العماله خربت من عنده الخادمه وكانت اخذه معاها 100,000 ريال بحوزتها في حقيبه. أنا مو عارفة كيف إنه في كاش في البيت 100,000 ريال، لكن خلينا نطلع نشوف هذا الخبر ونرجع نعلق عليه. كشف مركز إيواء العاملات المنزليات بتبوك التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن عثوره على مبلغ 100,000 ريال بحوزة عاملة هاربة من مكفولها، وذلك بعد تفتيشها من قبل الموظفات، حيث وجد المبلغ مخبأ في شنطة لليد بشكل احترافي. تم على الفور التحفظ على العاملة والمبلغ والتنسيق مع الجهات المعنية بحكم الاختصاص، حيث تم تسليمها إلى قسم الشرطة، واتضح وجود بلاغ على العاملة بسرقتها المبلغ من منزل صاحب العمل، حيث لم تكمل العاملة فترة التجربة 3 أشهر من تاريخ دخولها إلى المملكة.
3 أشهر يا قوية وخارجة 100,000 ريال شيء مرة يعني. أول حاجة لو جازت أكثر كم حتاخذ؟ يعني أول حاجة ما أعرف أول حاجة يعني شوفي إحنا كمان ما نسيب المال سايب بأمانة لأنه من المعروف إنه الفلوس تغير بالفلوس. يعني هذه شغلة. الشغلة الثانية هي كيف قدرت تتحصل على هذا المبلغ؟ وشفتي كيف هي كانت مهربته في الشنطة؟ في شنطة وداسته شايلة نفس الجدة صحيح الداخلية ومهربتها فيها. في واحدة كانت لقاها مرة في الجمارك ذهب ذهب غوايش لأنه هو أصلا كان صاحب البيت صاحب محلات ذهب فسرقنا منه. أنا مرة متساهلة بالموضوع هذه؟ والله لا أنا ما شفت هذه. أنا أمس ذكر لي نفس السالفة في واحدة من الخادمات كانت تقريبا 20 سنة عند الناس اللي هي جالسة فيهم. وتخيلي أنه طبعا أنت لما تسافري تأمنين الشغالة إذا كانت 20 سنة فتجلسينها بالبيت. اللي صار أنه سرقت من طبعا هم معطينا بطاقة البنك فسرقت منها 25,000 دولار دولار وسرقت كمان 25,000 ريال كاش. يا ساتر بس يستاهلوا هم. شوفي يعني شوفي انا البطاقه هذه هو اللي نتكلم عنه الثقه المطلقه ما يصير. يعني دائما اقول لازم واحد يكون عنده مجال للحرص مو دائما انه هو يثق. اوكي يعني انه 25 سنه وات ايفر يكون بس ما توصل لمرحله اني انا اعطيكي الكريدت كارد ولا الفيزا وتاخذي انت الرقم السري واتركها واسافر. لا طبعا أمان يعني بما انك امنتي عليها ممكن ترى تعطينها ممكن انه في يوم انه خذي هذا البطاقه وروحي يدها يا رندا مثلا خذي على حسب السفره 2,000 3,000 ايش هتجيبي بالضبط. شوفي فين هتخرجي فين هتروحي اصلا اعطيكي 2,000 3,000 يعني هنا لما نقول التامين انه امنتيها وامنتي البيت وامنتي على كل حاجه موجوده بالبيت فهنا انت ممكن انه انت تعطيها الكريدت كارد انه والله تسمع قصص تضحك. انا مو بس على موضوع السرقات انا يعني اعرف واحده من القصص اللي مره ضحكتني يوم كنت بسمع عنها. في واحده من صديقاتي تقول يا ربي كل ما اقضي المقاطع تخلص بسرعه. كاني عارفه صاحبتك دي اللي انت بتحكي عنها. المقاطع تخلص اكتشفت ان الادميه تطبخ صاحبها. يعني اشياء مره تضحك فعلا تسمعها يا ردي عرفت الموضوع. اللي تسرق سوباروج بنطلون بتسرق بنطلها ما ادري على اساس قدك هي. يعني اشياء خفيفه 25,000 دولار والله سرقتها. كان الغلط عندهم انه مو في مسج يجيك من البنك انه انسحب منك مبلغ الفلاني هذا المسج ما كان انفعله. يعني المشكلة انه الرجال هو اللي معطيها الكريدت كارد حقه وقال روح يقضي للبيت. فما كان موصل المسج ما كان يجيها على الجوال فهذا كان اكبر غلط. ما هم في يعني موجود الرجال موجود الرجال بس انه الزوجة واولادها مسافرين. هذه امس والله انقالت لي القصة فكثير على كثر ما تنقهرين على كثر ما انه كيف امنتها صح وانت تعطيهم يعني. بس يعني تحاولي تقنني يعني مثلا زي كذا لما الواحد يسافر ممكن انا اخلي كاش مثلا عند العاملة المنزلية مثلا 1,000 1,500 على حسب مدة السفرة. مثلا في الصيف مسافرة 3 أسابيع حتحطي لها مبلغ أو بادجت معين هي تمشي. بس الثقة المطلقة في جميع الأحوال ومهما طالت السنوات ومهما طالت مدة خدمتها عندك ما تضمن. يعني في الأول وفي الأخير يعني كانوا يقولوا زمان أنه المال السايب في الأول وفي الأخير علم السرقة. فهي لو شافت أنه أنت قدامها كل حاجة مباحة ومتاحة غصبا عنها هي راح تأخذ. مع أنه مع العلم هي لو جاتك وقالت لك مثلا يا مدام أنا أبغى فلوس أو زودي لي راتبي أو مثلا أحتاج سلفة إنسانيا أنت راح تعطيها. بس ما تعرفي يعني البعض والبعض إحنا ما نعمم برضو في بعض القصص والحالات في البيوت زي ما يقول بعض العمال المنزلية هي والله العظيم يعني مثلا لو شافت 10 ريال في الأرض تيجي تعطيكي وتقول لك خذي يا مدام. هذه أمانة هذه شيء يمكن فطري فيها بس كمان مهم مو بس أنا خاص هي أمانة وأنا أسيبها كذا. يعني أنت كمان لازم هي تحس أنك أنت وراها يعني بطريقة أو بالثانية. أنا حتى ردتها كاش في إيدها أنها تروح تقضي أو حاجة تجيب لي الفاتورة ما حقول لا خلاص أنا ما أحتاج أقرأ الفاتورة. خذ الفاتورة ولا تقرأيها بس لازم هي تحس أنه لا ترى في متابعة عرفتي. يعني كمان ما يصير أتركها كذا. لكن الحلو هذا الموضوع أنه دائما عندنا في السعودية التفتيش والجمارك كذا اسم الله عليهم يعرفوا كل الخبايا. أتذكر مرة شوف فيديو يقول لك حتى معجون الأسنان والكريمات يعرفوا كيف. بس تعرفي في بعض النساء قبل ما تسافر شغالاتهم يجيبوا واحده تفتش. فهذه مره مهمه انك انت تجيبي والله العظيم انه انت تجيبي واحده عبير مش تضحكي. لا لحظه من وين اجيبها؟ واحده مختصه ولا كيف؟ مش انا عارفه عارفتها والله اعرف فتجيبينا اوكي طيب انا اقول لك اول مره اسمع ليش ضحكنا عشان صاد المشاهدين لكن هو لو هذا تحت الهواء ما اقول لك بس هذه. طب خلاص لا تقولي ما اقولها.
طيب يعني اعتمد انا ما بس صار عندي فضول خصوصيات ناس يا جماعه خلاص ما نبغى نتكلم بيوت ناس ويعني تعرفوا انتم البيوت حرمه وكذا فهي خليني ارجع لنقطتي انه هو ممكن تستعيني بوحده مختصه تفتش لك شغالتك صدقيني بتلقى اشياء حتى بشعرها فانت احرصي ودائما قبل ما تسافر شغلتك طب هذه من اي كاتيجوري يعني تندرج يعني مين هي هذه يعني هذه من جهات مش جهات رسمية لا هذه وحدة إيه هذه وحدة مختصة والله أول مرة أسمع عنها لا هذه وحدة مختصة ومعروفة وتجيكي للبيت وتفتش شغلاتك أنا رأيي في ناس تجيب لك صاحبتها تستحي هي تقوم تكلم صاحبتها بليز تعالي الله يسعدك فتشيلي وي أنتوا ليه بتضحكوا وراك مصيبة أنتوا الاثنين فتروح صاحبتها مسكينة تفتش يعني المهم هذه الأدمية مسكوها ونشوف ايش العقوبات اللي أكيد. ممكن يعني تطبق الحمد عليها الحمد لله فعليا ان هم مسكوها لانه المبلغ ما هو هين المبلغ يعني مو هين مو قليل لا هنا ولا هناك عندهم هذه تشتري مدينه كامله بس عارفه رؤاك بالضبط شكرا يعني مستحيل مدينه عندهم أيوه. احسنتي في القول فعلا بس في الاول في الاخير يرجع الغلط لاصحاب البيت يعني ما صحتها القصه اللي قالتها رندا ما يصح انه انت مثلا تعامل لاحد بدي السهوله او بدي الطريقه لدرجه انه انت تسيب له مالك او تخلي له بطاقتك او كذا اشياءكم مكشوفه يعني مثلا زي الناس اللي كانت تسرق منهم ذهب غوايش لقت غوايش كذا وكانت برضه عبير الحلو في الموضوع انه حتى هم مثلا كحكومه وكسفاره ترى شوفوا برضه يعني زي ما انتم مثلا احيانا بتحطوا احنا عند علينا رولز وقوانين معينه ترى برضو يعني هم اكيد ما هم ما يتصلى على طرف ثوبهم زي ما يقولوا هم برضو اكيد لهم تصرفات وافعال ترى ما هي كويسه اكيد طيب حلو الكلام